كابتن ناصر، هل اللجنه الخماسيه، اولا خلينا نتكلم في ان الكابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام قدم استقالته باللجنه المفروض كامله، ما اعرفش بقى هل قبلت الاستقاله للكابتن جمال وبقيه اللجنه ولا هو لوحده الاول؟ هو بس يعني حاجه بس قد بس ممكن هتكلم حضرتك بس على اي من حاجتين اتنين كابتن اسلام. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، الانديه بتدفع فلوس الحكام يا كابتن اسلام قبل بدايه الموسم. الانديه النادي الاهلي والزمالك وكل الانديه الدوري الممتاز بتدفع مسبقا فلوس الحكام لجميع المسابقه. ايوه بتوديها للاتحاد ساعه ما بيجي يعمل الكيت بتاعه بيدفع فلوس الحكام. تمام. طب اذا الانديه هي دافعه الفلوس اوريدي، الفلوس ليه ما بتديش الفلوس؟ ليه ما بتديش الحكام فلوسها؟ دي نقطه مهمه جدا جدا. وهي الفلوس موجوده عندك، انت ما بتدفعش، الاتحاد ما بيحاسبش، ما بيدفعش فلوس الحكام، الانديه اللي بتدفع. دي نقطه مهمه جدا وارجو الاجابه عليها، يعني ما اعرفش يعني الفلوس نقطة مهمة جدا. الأندية بتدفع فلوس للاتحاد، طب أنت ما بتديش الحكام ليه؟ يعني تستنى للآخر خمس ست أندية الدوري الممتاز بس يعني. أندية الدوري الممتاز. بالظبط كده. ما هو ده ما هو ده أكبر مبلغ. ده المبلغ. تعالى بقى يا كابتن سامح هقول لك على حاجة مهمة. إسلام مش شاطر، أنت حكم. أولاً تتعالج على حسابك. تتمرن على حسابك. بتروح جيم على حسابك. بتجيب لبس تحكيم على حسابك. بتعالج نفسك على حسابك. كل الكلام ده. بتروح الماتشات، تسافر أسوان، أنت عندك النهاردة، بكرة عندك ماتش في أسوان. مين اللي بيحاسب؟ مين بيدفع التيكت؟ مين اللي بيسال؟ مين المفروض الحكم؟ لا كابتن، كل حاجه انت بتدفعها. انت متخيل حاجه مثلا انا النهارده بتدفعها ليه؟ طيب ما انا باخد البدل بتاع كل حاجه اخر الموسم بقى. اه طب انا النهارده لا يعني هي المفروض من المفترض ان هي تدفع من الاتحاد او من اللجنه الخماسيه. المفترض على الاقل حتى بدل المواصلات بتاع اللي انا مسافر بيه، انما النهارده انا عندي بيت وفي حكام كتير مش موظفين، مش شغالين في شركات، النهارده هو اكل عيش والتحكيم، يبقى انا النهارده هصرف على البيت عندي ولا هصرف على التحكيم؟ ودي مشكله كبيره جدا 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 بتلاقي الحكام. تمام. هل اللجنه الخماسيه لم تسبل الراحه للحكام او سبل النجاح للحكام؟ بص يا كابتن، السؤال ده ليه اكتر من يعني من شك، يعني انت يعني عشان اقول بصفه عامه لا، يعني اللجنه الخماسيه النهارده كان ليها دور كبير جدا في ان هي دخلت تقنيه الفيديو، وده كان صعب ان هو يحصل في الفتره اللي هي القليله، دفعت وصرفت وعملت الصعب يا كابتن اسلام. يعني النهارده لما جبت تقنيه الفيديو وطبقتها في مصر عملت الصعب، عملت محاضرين وجبت المحاضرين من المجلس الدولي لتشريع البورد، وجبت المحاضرين من الاتحاد الدولي، وعملت معسكرات وعملت بدلات للناس ديت، وكل الكلام ده كلام جميل. طب انت النهارده جاي على تقريبا مبلغ 5 مليون او 4 مليون ونص، هي دي كل مستحقات الحكام عن الممتاز الف، الممتاز ب، القسم الثالث 4 مليون، ادفع حتى 3 مليون للحكام، لان النهارده الحكام قاعده ما بتشتغلش. فانت عملت الصعب. في حاجات طبعا اتحاد الكره كان ممتاز فيها زي تطبيق تقنيه الفيديو، عمل معسكرات في الحقيقه طبعا في بدايه الموسم يا كابتن ايمن، كابتن اسلام عمل المعسكرات اللي خاصه بالفي اي ار، ولكن هي مشكله اللجنه ان النهارده انا كحكم محتاج اخد فلوس، لان انا بسافر ماتشات اسوان اسكندريه هنا هنا هنا، ما بقاش معايا فلوس لان انا عندي بيت بصرف على البيت بتاعي. اتمنى، ويمكن الكلام ده انا عرفته النهارده، ان هيتم صرف تقريبا مليون جنيه من مستحقات الحكام على اللائحه الجديده. أوه. اللي هي عامله كل المشكله دي كلها. هل نصرف على اللائحه القديمه ولا الجديده؟ النهارده اعتقد النهارده الاتحاد هياخد قرار بصرف 3 مليون على اللائحه الجديده اللي الكابتن سمير عثمان كان عملها لما جه الفتره اللي هي اسبوعين او الشهر ده مع اللي هو ثروت سويلم، وديت كمان اللي هتمشي اللي ليه يا كابتن اسلام، ان في حكام قبضت بالفعل على لائحه جديده، بالتالي يجب ان يتم تطبيق لائحه جديده. يعني الدوري القطاعات، الدوري الجمهوريه، القسم الرابع، المراقبين قبضوا على الجديده، فده اعتقد النهارده هيتصرف مبلغ 3 مليون جنيه. نتمنى بقيه المبلغ يتصرف لو كان هناك في اقامه الدوري، يبقى الحكام تاخد مستحقاتها قبل اقامه الدوري او استكمال الدوري. كابتن ايمن، هل كابتن جمال تم قبول استقالته ولا لا؟ والله لا يعني انا طبعا التفاصيل الداخليه انا مش عندي التفاصيل بالظبط، انا اللي عرفته ان الكابتن جمال تقدم باعتذار واتقبل من اللجنه الخماسيه. يعني هو ده ايه القصه او التفاصيل انا ما اقدرش، لكن يعني اللي انا عندي خلفيه ممكن اقول لك ان ممكن يكون الطريق بينهم وصل لطريق مسدود، يعني في حاجه معينه. وده كابتن اسامه انا عايز الناس برضو والوسط وعموما احنا كلنا عايزين ناخد الامور زي بره كده، يعني عايزين لما يعدي الوقت بينا ناخد حاجه نتعلم حاجه. من الطبيعه كابتن اسامه ان انت تكون موجود في مكان وخلاص انا مش مبسوط في المكان فهمشي، مفيش مشكله كابتن جمال، أو اللي موجودين في المكان مش عايزين، ده امور، دي امور طبيعيه جدا.
ده لا يقل من قيمه الكابتن جمال، رمز كبير للتحكيم ورمز كبير. لكن احنا ممكن انا والكابتن اسامه ممكن انا وانت نختلف في العمل او نختلف على امور معينه. انا بالظبط يعني كده، لكن في النهايه شخص الكابتن جمال شخص لا كل التقدير والاحترام ورمز وادى للتحكيم كتير، سواء كحكم سابق ليه تاريخ كبير جدا او كعمله باللجان قدم كتير للتحكيم المصري. فربنا يوفق في الفتره اللي جايه يعني، والامور تمشي على ما يرام يعني. انا عايز اقول لك برضو كابتن اسلام برضو صحيح. عشان احنا بنتكلم هنا بشفافيه ان برضو في الفتره اللي انا عشتها يعني دي بودي لاي حد هيجي يمسك يبقى موجود في لجنه الحكام، احنا المرض ده كان سبب فيه برضو المسؤولين على التحكيم يعني في جميع العصور، ما بحددش حد. كل ما هو جه رئيس الجنه، لان انا عشت القصه دي، انا مبطل بقالي سنه ونص او سنتين. كل ما هو جه انا ذات نفسي يمكن اتصدمت رئيس الاتحاد وناس اعضاء مجلس اداره بالاسم، يعني هم عارفين ان انا اللي انا بقوله دلوقتي في الموضوع ده، ان انا كنت طبعا بتيجي وقت انت كبير، فالناس تقول لك يا عم انت كبير لازم انت تتكلم او تتكلم، وكلمنا واصطدمت بناس كتير يعني، وكلهم انا علاقه الحمد لله علاقه بيهم طيبه، ولكن اصطدمت في القصه دي. فانا اتمنى اللي هيجي يمسك، عشان الموضوع ده نقفله خالص كابتن اسلام ونتعلم من الاخطاء، اللي يجي يدير التحكيم في مصر لازم يحط نظام قبل ما يشتغل. قبل ما انت النهارده كابتن اسلام جاي تشتغل يعني، وانت فكرك ان الكابتن جمال ما حطش نظام؟ اكيد حط نظام، ولكن بالظبط لازم، لا ده مهم. انا بحط نظام ولكن القرار مش في ايديا. ما هو كابتن، ما هو ده مهم جدا مهم جدا. انت بتتكلم كابتن اسلام زي ما بيقول كابتن ناصر، الحكم ده هو مش في حاجه اسمها العامل النفسي او ان انت النهارده الاعداد النفسي النهارده للحكم. الحكم النهارده لو انا حاسس، لو انت حاسس كابتن ان الاتحاد بيقوم بدوره في جميع اللي موجودين في بيقوم بدوره، وانا كحكم مش مهتم بيا مش مهتم بيا في الموضوع ده بالذات. حاجات كتير، معسكرات على فكره، معسكرات زي ما قال الكابتن ناصر، الفار اتعمل، المعسكرات قدموا المعسكرات بصراحه، لكن مستحقات الحكام دي مهمه جدا زي ما قال دي اهم حاجه. لان ليه بقى يا كابتن اسلام؟ لان هو انت النهارده الحكم مش مستحقاته، ده هو صرف منهم تلتها عليهم. يعني النهارده الحكم بيصرف على المسابقات، ما ينفعش النهارده من بدايه الدوري الحكم يصرف على المسابقات من ماله الشخصي، سواء بقى الحكم عنده شغل وعنده شغل، والحكام كلهم ممكن يكون نسبه كبيره منهم شغالين ومفيش مشكله، بس مش وضع طبيعي ان الحكام تصرف على المسابقات يعني. فلازم الموضوع ده في القادم باذن الله يتحط له نظام ما يتغيرش. اي حد موجود، اي اتحاد، اي حد ماسك اللجنه، رئيس لجنه، يمشي على السيستم دون، لان الموضوع عمل مشاكل على طول يعني. تمام، قبل ما نكمل كلامنا